السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم 7 على 7. طبعا اليوم مختلف بما أنه هو يوم الخميس ونهاية الأسبوع، نتمنى لكم بإذن الله تعالى نهاية أسبوع سعيدة لكم ولزميلتي في الاستوديو سهام. نهاية أسبوع سعيدة تكون عليك. نهاية أسبوع سعيدة، مساك خير عبد العزيز، مساكم خير مشاهدين، ومرحبا ملايين بكل من يتابع برنامج 7 على 7 اللي طلع عليكم يوميا من الأحد للخميس. طبعا عبد العزيز، كنت دائما تقولي الأربعاء هي يكون عندك الويكند او بدايه الاجازه، صح ولا لا؟ حسدناكنا احنا المره لا، كملت معاك اسبوع كامل. حسدناكنا احنا وبالعكس، احنا انا سعيد ان اسبوع كامل كنت اشتغل وياك زميلتي سهام. ونحن بعد بلغ سلامنا حق زميلتنا مروه، ان شاء الله ترجع بالسلامه ان شاء الله. لا هي مأجزة ومستانسه الحين ولا مفتكره فينا طبعا. اكيد سهام، في ناس يخصصون يوم واحد للاحتفال بالحب او يخلون يوم معين للحب، انت شو رايك؟ انا اشوف الحب ما له يوم مخصص، الحب موجود دائما، سواء حب عائلي، حب الوطن، حب الام حق عيالها، يعني تحديد يوم حق شيء ما اعرف، انا مش مع التحديد، انا احس الحب في كل يوم. انت يعني مش يوم واحد نحن نخصصه ان احنا نحتفل بالشخص اللي نحبه؟ لا اكيد، ولا يوم يذكرنا، بالعكس لازم نحن كل يوم نتذكر اللي نحبه، كل يوم نهديه، صح. مش يوم واحد مخصص للحب. او يمكن ناس يزعلون من بعض ويقول نحن بنراضيهم بهذا اليوم بنطرش لهم هديه او شيء على اساس انه يوم الحب، لا اذا يطرشون هديه انا كل يوم بزعل. رايك يعني؟ يخصصون 7 أيام في السنه. الله يعطيك العافيه. انا احب مدينه العين، لو نحن قاعد نتكلم منو ما يحب مدينه العين، دار الزين، المدينه هذه الجميله والساحره، وأجمل مكان ممكن موجود في مدينة العين يا سهام جبل حفيد. أكيد هذه الآثار القديمة الموجودة في جبل حفيد بالذات تعيد 8 أعوام نقول بعد أشياء، يعني نقول إذا بنروح على تضاريسها، روح على جبل حفيد، على المرتفعات، على الآثار الموجودة حتى تحت جبل حفيد اللي بعدها على فكرة ما اكتشفوها كامل، أو ما بعد ما نقبوا عنها كلها، بس مجرد عاملين تحتها سور. أمس سمو الشيخ خالد بن محمد الله يحفظه افتتح منتزه جبل حفيد اللي موجود في منطقة العين. أمانة أنا من الناس اللي ممكن دوما إذا زرت العين أحب أزور جبل حفيد، والافتتاح المنتزه راح يضيف إضافة كبيرة لزوار جبل حفيد بالأخص، نعم، ولمدينة العين بشكل عام. أنا قلت 8 سنوات في 8000 عام، قصدي يعني هالآثار القديمة الموجودة في جبل حفيد. وفعلا هذا المنتزه أو هذا الجبل حفيد أو منتزه يعتبر دخل اليونسكو بما يحتويه من آثار مثل ما قلتي، بأكثر من 8000 سنة متواجد في جبل حفيد وفي هذا المنتزه اللي راح يخدم السياحة التراثية. نحن أمس تكلمنا عن رأس الخيمة والترميم اللي صار في رأس الخيمة، اليوم كذلك منتزه جبل حفيد راح يسوي إضافة كبيرة للتراث وللتاريخ الأثري اللي موجود في دولة الإمارات. والأجمل في جبل حفيد أن هناك أول شيء في فندق في جبل حفيد فوق، وتحت يكون في بعد منتجع أو شاليهات، نقول عين الشاليهات مبزرة، وهي روحها قاعد شو اسمه تجمع منطقة سياحية جميلة، يعني ينجذب لها السياح، وغير الفعاليات كذلك اللي تقدم في المبزرة. يبانا يوم نروح، لأن في المنتزه أطلقوا كذلك بعد فعاليات أو أنشطة على الهواء الطلق، صح، مثل الإنسان لما يروح مو بلازم يكون في كتمة، لا في مكان جميل. لا تنسى الماء الحار بعد، العيون الحارة الموجودة في فعلا بزارة. العيون الحارة اللي تطلع على طول. على فكرة جبل حفيد حتى في الصيف الجو اللي موجود فيه المسا جدا جميل. أكيد طبعا بنروح لهذا الخبر اللي هو افتتاح منتزه جبل حفيد في العين. افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي يوم أمس منتزه جبل حفيد الصحراوي، أحدث وجهة أثرية ترفيهية تتضمن أنشطة تفاعلية غامرة وآثارا تاريخية رائعة في رحاب جبل حفيد بالعين. يشكل المنتزه الذي تديره دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي وجهة سياحية جديدة تحتضن كنوزا أثرية وتجارب مميزة عند السفح الشرقي لجبل حفيد والذي يقع على بعد 20 كيلومترا جنوب مدينة العين. أكيد عبد العزيز، مشاهدين تم افتتاح الوجهة الجديدة بحضور الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبو ظبي، وكذلك معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، وسعادة سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي بالإنابة، إلى جانب عديد من
عدد من المسؤولين والخبراء في التاريخ والآثار والشخصيات الإعلامية. فعلاً إضافة كبيرة، لابد أن نحن اليوم يوم الأيام نروح نزور جبل حفيد. أنا دائماً هناك موجود. أو نطلع 7 على 7 من هناك، شو رأيك؟ هو يبالى صراحة أنك فعلاً تأخذ البرنامج وتطلع من هذه الجبل. يبالى نبلغهم يوم في الشهر نكون برا ونطلع فيه من مدينة معينة ولا من مكان أثري ولا تاريخي معين. خلاص ما أدري، أتوقع المخرج يسمعنا وكذي أكيد. إن شاء الله تعالى. مواضيعنا متنوعة عبد العزيز. طبعاً معنا في حلقة اليوم بنالي الشارقة للأطفال ينظم مزاداً فنياً لأعمال واختراعات الدورة السادسة. كذلك مشاهدين في فقرة حديث الدار شهر الإمارات الابتكار في إمارة الفجيرة. وعدنا مؤسسة تحقيق أمنية تحقق الأمنية رقم 4000. أكيد، وفي فقرة بانوراما سوف نتعرف على الفن الرقمي وفي الرسومات. هذا المواضيع اللي عدنا اليوم، راح نبتدي بهذا الخبر زميلتي سهام طبعاً. برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو شيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تنظم أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بنال الشارقة للأطفال مزادا فنيا خيريا صامتا لأعمال واختراعات الدورة السادسة تحت شعار المستقبل بحدود خيالك وبالتعاون مع المخترعون الصغار. أكيد التعرف على المزيد من تفاصيل مشاهدينا معنا عبر الهاتف الأستاذة نشوى الغساني رئيس شعبة الفعاليات في أطفال الشارقة نائب رئيس بنالي الشارقة للأطفال. مرحبا بك أستاذة، نواتي البرنامج. أهلين أهلين فيكم، يا مرحبا بكم. الله يعطيك العافية أستاذة نشوى، خلينا نتعرف على سبب اختياركم شعار المزاد المستقبل بحدود خيالك. كما تفضلتوا ان بناء الشارقة للأطفال هو فعالية فنية ثقافية تحتفي بإبداعات وخيال الأطفال، وتأسس منذ عام 2008 طبعا بدعم من سمو الشيخة جواهر محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين. انطلقت الدورة السادسة تحت شعار المستقبل بحدود خيالك. وكان التعاون مع المخترعين الصغار، حيث بلغ عدد الأعمال المشاركة تقريبا 3494 مشارك. نعم. من مختلف الدول عربية وكانت أجنبية أيضا، وتأهلت منها 48 مشاركة من 6 دول. ما شاء الله. طبعا تحولت هاي الأعمال الأطفال إلى اختراعات حقيقية بأيدي فنانين وصناعين من داخل دولة الإمارات وأيضا خارجها. نعم. جميل. اليوم لو تكلمنا عن الأهداف التي راح يسعى لها بنالي الشارقة للأطفال من خلال هذا المزاد. من خلال المزاد، طبعا مثل ما قلت لكم هي أعمال الأطفال تحولت إلى اختراعات حقيقية. الاختراعات الحقيقية اليوم نعرضها في سكتش آرت كافيه في إمارة دبي. يعود ريع هالعمال إلى مؤسسة القلب الكبير لدعم الأطفال اللاجئين في بنغلاديش وخاصة في مجال التعليم. نعم. جميل. أستاذ نشوى، خلينا نتعرف أكثر على الفئات العمرية المشاركة معكم من مختلف الدول. طبعاً الفئات العمرية نحن نستهدف أطفال ويافعين من مختلف دول العالم. الفئة العمرية تقريباً من 6 إلى 18 سنة. أستاذ نشوى؟ نعم. نعم نعم، نستهدف بناء شارقة للأطفال اللي هم الأطفال اليافعين من مختلف دول العالم. طبعا الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة. جميل جدا. اليوم لو تكلمنا عن الاختيار الأعمال الفنية والابتكارات المشاركة في هذا المزاد. طبعا تم اختيار الأعمال الفنية مثل ما تطرقت في البداية بأيدي فنانين ومخترعين وأيضا صناعي، فكان الاختيار عن طريق الفنانين، هم اللي يدعموا فكرة الأطفال وحولوها إلى اختراعات حقيقية ممكن أن نحن فعلا في المستقبل نستخدمها. هذا الاختراع ممكن نستخدمها كيعني حقيقة وواقع. نعم. أستاذة نشوى، خلينا نتكلم عن فكرة ذهاب ريع هذه الأعمال إلى مؤسسة القلب الكبير لمساعدة لاجئي روهنجية في بنغلاديش. أكيد، نحن كل سنة يعني هاي السنة في دورتها السادسة بدأنا في مزاد خيري في فن أبو ظبي، كان في منارة السعديات، وعرضنا تقريبا 20 اختراع للأطفال وكله يعود حق مؤسسة القلب الكبير مثل ما قلنا اللي دعم الأطفال اللاجئين.
نكمل المسيرة إن شاء الله في دبي، وإن شاء الله راح ينتهي المزاد في إمارة الشارقة إن شاء الله، وراح يعود رعاية كلة حق الأطفال الأوهنجيين إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا هل سبق وأن أقيمت مزادات أخرى غير هذا المزاد؟ أكيد، نحن كل دورة من دورة البنالي نقيم فيها المزادات. في الدورة الخامسة كان في مزاد بدينا فيه اللي هو في فن أبو ظبي، وبعدين في ذا وركشوب في إمارة دبي، وانتهينا في إمارة الشارجة اللي هي في مطعم بيبر فيك. هذا يعني ثلاث مزادات اللي هي في الدورة الخامسة، ونستكمل المسيرة في الدورة السادسة وبدينا في فن أبو ظبي، واليوم في سكتش آرت كافيه، وإن شاء الله مثل ما قلت لكم راح ننهي المزاد إن شاء الله في إمارة الشارقة. نعم. جميل جدا. أستاذ نشوى الغساني رئيس شعبة فعاليات في أطفال الشارقة، نائب رئيس بنالي الشارقة الأطفال، شكرا على هذه المداخلة. شكرا، شكرا لك. الله يعطيك العافية. مشاهدينا، بتوجيه ورعاية كريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، انطلق أمس الأربعاء مهرجان الوحدات المساندة للرماية 2020، والذي يهدف إلى زيادة أواصر التواصل بين القوات المسلحة والمجتمع وتعزيز روح الهوية الوطنية وروح المنافسة الشريفة والعمل الجماعي بين أبناء الإمارات العربية المتحدة، وزيادة كذلك قدراتهم ومهاراتهم في رياضة الرماية المختلفة. خلونا نتابع معا هذا التقرير. مرحبا بكم في مهرجان الوحدات المساندة. مهرجان الوحدات المساندة هو عبارة عن مهرجان تخصصي في الرماية، لكن في فعاليات كثيرة، فعاليات مصاحبة. يعتبر المهرجان من أكبر مهرجانات التخصصية على مستوى دولة، ويمكن على مستوى المنطقة. نتكلم عن أكبر مهرجان، يعني نتكلم عن أرقام. الأرقام العام الماضي عبارة عن 7000 إلى 8000 رامي اللي شاركوا معنا، 60 إلى 61 ألف حضور. السنة نتوقع يعني قريب من 10000 رامي، نتوقع زوار يعني من 8 إلى 100 ألف. طبيعي هاي الأرقام اللي متوقعة إن شاء الله. مهرجان تخصصي، مهرجان رماية، زايد اللي هو مهرجان عائلة، مهرجان أسرة، مهرجان لكل بيت يعني. نرحب بالجميع ونأكد للجميع أن كل شخص، كل عائلة، كل أسرة بتجينا راح تحصل الشغلة اللي تناسبها. طبعا مشاركة شركة كراكال مهمة جدا لنا نحن، أن نكون مشاركين في معرض الوحدات المساندة، وذلك لإظهار القدرات التصنيعية في الأسلحة. الحمد لله كل الأسلحة الموجودة مصنعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن من أوائل المشاركين في معرض الوحدات المساندة. في كل سنة نبرز منتجات جديدة التي تحوز على استقطاب الجمهور، وفي كل معرض ناخذ آراء الجمهور بحيث شو نقدر نحن نطور ونعطيهم منتجات التي تلائم استخداماتهم. فالحمد لله شركة كراكال عندها المسدسات، عندها بنادق السكتون والشوازن وبنادق القناصة والأسلحة الهجومية. بالنسبة للشوزن، هناك رماية أولمبية يشتركون فيها الأبطال منتخب الإمارات والهواة كلهم في السنة هذه في نادي الفرسان. طبعاً انتهت الرماية الأولمبية وخذنا النتائج، وحالياً احنا في ميدان الريف. الشوزن حالياً خلينا للترفيه، زوار المهرجان اللي يجونا احنا بنرميهم، سواء رجال نساء مواطنين وغير المواطنين، حسب توجيهات من معالي قائد الوحدات المساندة. وكذلك عندنا ميدان القوس والسهم. القوس والسهم هناك جوائز طبعا في القوس والسهم،
وكذلك جوائز في الشوزن الأولمبي اللي خلصنا دوره حاليا عندنا نتائج. بالطبع بتنمي قدراتهم والخبره اللي عندهم السابقه، بالطبع يمكن 90% عسكريين، فلما تحيا لهم او تعيد لهم الذاكره والمعنويه ترتفع عندهم والتشجيع يكون عندهم مرتفع. طبعا المسابقه اللي اعمارهم فوق 60، الفريق يتكون من 5 أشخاص بالطبع، والمسافه 35، الجري يبدا من 45 حتى 30، عدد الصحون بالطبع اللي هي 10 صحون لكل فريق، الفريق الفائز في اسقاط الصحون اسرع. حياكم الله مشاهدينا الكرام. طبعا سهام فبراير حلو في كل شيء، اكيد يعني في فوايد فعاليات وغير الجو الحلو والاجواء الحلوه. شو اكثر شيء يعجبك في فبراير؟ شيء حلو كل شيء، ما بحدد شيء معين. زين، نحن عندنا شهر الابتكار في دوله الامارات يكون في فبراير يا سهام، وتنطلق السبت القادم 15 فبراير فعاليات شهر الامارات للابتكار 2020 في الفجيره، واسبوع الابتكار في الفجيره واللي هي تحت شعار الامارات تبتكر للاستعداد ال50، وراح تستمر لمده اسبوع في ساحه الاحتفالات بمنطقه الرميل. المزيد في فقره حديث الدار. مشاهدين اسمحوا لنا بأن نرحب بضيفنا في الاستديو أستاذ سعيد محبوب، مسؤول الإعلامي لفعاليات شهر الإمارات الابتكار في الفجيرة. مرحبا بك، نورت البرنامج. يا مرحبا وسهلا. الله يعطيك العافية. خلينا نتكلم عن هذا الشهر، شهر الابتكار تحديدا في إمارة الفجيرة اللي بيكون إن شاء الله يوم السبت بينطلق. طبعا الحمد لله بفضل التوجيهات ونظرة السديد للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتخصيص مثل هذا الشهر في للابتكار في دولة الإمارات، ودائما إمارة الفجيرة سباقة في إبراز ابتكاراتها من خلال مشاركة الجهات ومشاركة الطلبة ومختلف الجهات في القطاع الخاص، والحمد لله هذا نعتبر دافع للطلبة وللجهات أنهم كونهم بصمة في مجال ابتكار في إمارة الفجيرة. جميل. اليوم لو تكلمنا عن شهر الإمارات للابتكار بعنوان الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين، شو يعني؟ طبعا هاي اللي كان انطلاق او تسميه شهر الامارات بهذا الاسم استنادا لاطلاق استعداد ال50 في عام 2020 بقالب جديد ومبتكر من جانب اطلاق شهر الامارات بالابتكار بمجموعه من الفعاليات والمسابقات والجوائز الخاصه بشهر الابتكار على مستوى الدوله. وكان فكر القيادة الرشيدة أن تكون انطلاقة للشباب، انطلاقة للجهات في فعلا استعداد ال50 بابتكار طرق جديدة، ابتكارات جديدة تساهم في جعل الحياة أفضل لمجتمع دولة الإمارات. جميل جدا. أستاذ سعيد، النجاح دائما يكون في الشراكة المجتمعية، خلينا نتكلم عن الجهات المشاركة معكم في هذا المهرجان نقول او في هذا الاسبوع، اسبوع الابتكار. طبعا هناك في توافد كبير تقريبا من الجهات الحكوميه والخاصه وحتى الجانب الاكاديمي في هذه الفعاليه، وصل عدد اكثر من 32 جهه مشاركه خلال فتره اسبوع. كان النصيب الاكبر من جانب الابتكارات تقريبا 72 ابتكار مشاركه من الطلبه في هذه الفعاليه. طبعا بجانب الجهات المشاركه بابتكاراتها وبمشاريعها في مجال الابتكار، في بعضها يمكن تطلق لاول مره في شهر مرات الابتكار، فبتكون حلقه وصل بين كافه الجهات المشاركه والطلبه والجمهور اللي بيكون لهم دور في ابتكار بعض الحلول، ابتكار بعض الافكار اللي ممكن تساهم في جعل حياة الناس أفضل. صح. جميل جدا. اليوم لو تكلمنا نحن عن الابتكارات الفريدة اللي هي موجودة أو اللي راح يميز ابتكارات حديثة راح تكون موجودة إن شاء الله، تكلمنا عن هذه الابتكارات المميزة اللي راح تعرض إن شاء الله تعالى في أسبوع الابتكار في الفجيرة. طبعا هناك في عدة مجالات في الابتكار تم تركيز عليها من خلال هذه الفعالية، وفي معايير معينة تم وضعها على أساس أن نقدر نستقطب فيها
عدد أكبر من جانب الابتكارات، من ضمنها تسهيل الخدمات وتسهيل بعض الجوانب الصحية والطبية في الإمارة من خلال بعض الممارسات اللي تم تطبيقها في مجال العمل. والحمد لله هناك في كثير يعني من الإقبال في جانب الجمهور جانب الجهات، ونحن طبعا من هذا القناة المتميزة ندعو الجمهور للمشاركة والحضور لمشاركتنا في مثل هذه الفعالية. أستاذ سيد، إذا خلينا نسلط على بعض الابتكارات اللي فعلا نقول تساعد في راحة الإنسان أو مساعدة الإنسانية. طبعا من ضمن المشاركات فيها من الجانب الجانب الطبي، لأن في كثير من الابتكارات داخله. طبعا وجه الشكر لمنطقة فجيرة الطبية. في بعض الابتكارات دخلت في مجال مرض السكري، بعض الأفكار أو الابتكارات في مجال السمنة لدى الأطفال، في بعضها لتسهيل حياة الجمهور من خلال توفير بيئة صحية متميزة من خلال ابتكار بعض الحلول، ابتكار بعض الوسائل اللي تساهم في الحفاظ على الصحة بشكل أفضل. وطبعاً نطرق في الأمور التكنولوجية والذكاء الصناعي، وحتى من جانب مشاركة الشباب في مثل هذه الفعالية من المؤسسة الاتحادية للشباب من خلال مجلس فجيرة الشباب. طبعاً كل هذه الابتكارات بتكون تصب في مصلحة المواطن والمقيم في دولة الإمارات. نعم. اليوم المنصات المشاركة معاكم أمانة في السنة الماضية كان في تفاعل من الجمهور، يعني حتى الشخص العادي مش المختص لما يروح في كل منصة تخليه يتفاعل مع الابتكار اللي موجود، وفي أمور تجذب الناس، جذبت الناس العاديين أنهم استأنسوا لما زاروا بعض المنصات. فهالسنة إن شاء الله راح يكون في منصات فريدة تخلي الجمهور تتفاعل مع الابتكارات اللي موجودة فيها. طبعا اسمح لي في البداية نطرح فكرة تصميم مكان الفعالية. هذا تم تصميمها بقالب جديد، بقالب فريد يعني في إمارة الفجيرة، بشكل مجموعة شمسية انطلاقا من أول رائد الفضاء هزال منصوري في دولة الإمارات. فكانت انطلاقتنا إلى الفضاء للابتكار في دولة الإمارات. فمن خلال هذا التشكيل الجديد اللي طالت فيها إمارة الفجيرة من خلال هذه المنصة بيكون في تفاعل حتى بتخصيص بعض المنصات لاستقبال الابتكارات الجديدة من 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 أي شخص حاب إنه يزور الفعالية، ويتم دراستها ويعني وتقييمها بجودتها إذا كانت تطبق أو لا. فلم يتم تحديد اي يعني اعمار واي اي يعني جنسيات، بالعكس المجال مفتوح لاي حد. نعم. ممكن يشارك ويبدا ابتكارات بشكل مناسب. نعم استاذ سعيد، طبعا احنا مكملين معاك فقرتنا وموضوعنا الجميل، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل. مشاهدين تريون بعد هذا الفاصل. حياك الله مشاهدينا. عبد العزيز، اذا حد قال لك شو الامنيه اللي تتمناها وانا بحققها حقك، شو كنت ردت؟ والله الحمد لله رب العالمين، كل أمانية انا قدرت احققها بمجهودي الشخصي وبيد من رب العالمين ودعاء الوالده. الحمد لله، يعني ما حد ساعدك؟ والله انا ما حد مد لك يد العون، ما حد قال لك مثلا انا ابغى هالشيء؟ اللي فتح لي المجال ويعني خلاني انا اتفوق كثير امانه، وانا اقولها دوما سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي اللي دوما قاعد يدعمني، وانا يعني الحلم اللي انا اتحقق وانا واقف فيه وقاعد اتكلم على الهواء الحين بفضله هو طبعا. نعم الله يحفظك يا رب. مشاهدينا، اعلنت مؤسسه تحقيق امنيه عن وصولها للامنيه رقم 4000 للطفله الاماراتيه روضه والبالغ عمرها 15 عاما والتي تعاني من مرض السكري من الدرجه الاولى، وتستهدف المؤسسه بتحقيق امنيات الاطفال الذين يعانون من امراض تهدد حياتهم. طبعا راح نتعرف مزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف مباشره الاستاذه هاني زبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسه تحقيق امنيه. مرحبا بك. مساكم الله بالخير وشكرا على الاستضافه، الله يبارك فيكم. مساك الله بالخير استاذ هاني. في البدايه عرفنا ومع مشاهدين الكرام عن مؤسسه تحقيق امنيه. مؤسسه تحقيق امنيه هي مؤسسه اماراتيه تعنى بتحقيق الامنيات للاطفال المصابين بامراض خطيره تهدد حياتهم. المؤسسة مشهرة من وزارة تنمية المجتمع، وترأسها حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار رئيس الدولة، سمو الشيخ الشيخ بن سيف آل نهيان. ونهدف من خلال تحقيق أمنيات الأطفال غرس الأمل والسعادة والسرور والبسمة على قلوب الأطفال،
وهذا الشيء يساعدهم بدرجة كبيرة في رحلة العلاج. نعم. أستاذ هاني، خلينا نتكلم أكثر عن أهداف المؤسسة واللي تركز على أمنيات الأطفال ما بين عمر 3 إلى 8 أعوام. طبعاً أخت سهام وأخوي عبد العزيز، طبعاً الناس تعرف أن اليوم سبحان الله العلاج عبارة عن شقين. نعم. شق جسدي وشق نفسي. صحيح. اليوم الشق الجسدي سبحان الله عن طريق الأدوية، عن طريق العلاج ممكن سبحان الله الشخص يلتئم فيه، لكن في دائماً الشق النفسي. ابن سينا يمكن عنده مقولة شهيرة قال من أكثر من 900 سنة، قال الاطمئنان هو نصف الدواء. صحيح. الجانب النفسي في العلاج مهم جدا. أكيد. إحنا اليوم سبحان الله كنا ندعم الطفل نفسيا معنويا، نعطيه طاقة، نقول ما فيك إلا العافية، أنت ولد من أولادنا، أنت بطل من أبطالنا، أنت نجم من نجومنا. صحيح. إيش كثر كنت اليوم فرحان، إيش كثر كنت اليوم سعيد، إيش كثر كنت اليوم حاسس بطاقة، هل شعرت بالألم؟ يقول لا. هل حسيت بوجع؟ يقول لا. نقول له باكر بعد إن شاء الله يوم تغلب المرض بتكون إنسان منتج في المجتمع. جميل. هالرسائل الإيجابية وهالطاقة الإيجابية اليوم سبحان الله نفسيا نساعد الطفل بدرجة كبيرة جدا في رحلة العلاج. حتى إحنا الكبار بعد هالأشياء طاقة إيجابية بالنسبة لنا. صحيح. صحيح. دائما أختي سهام سبحان الله إحنا اليوم كبالغين لولا قدر الله، لا قدر الله حد منا عنده صداع. صحيح. عنده ألم في الرأس، عنده ألم في الضرس، أي ضرسي أي راسي، هذا اللي هال الله يحفظهم رب العالمين. لو واحد منهم عند اليوم جهاز علاج كيماوي، صحيح، الله يا رب العالمين يمتعهم بالصحة والعافية، تكون مؤلمة جدا. أي والله، كونك أنت اليوم سبحان الله أدخلت الفرحة، أدخلت السرور، أدخلت السعادة، عملا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. صحيح. ما شاء الله وصلتوا هذا القلب صغير وكبير. فعلا. صحيح. أستاذ هاني ما شاء الله وصلتوا للرقم 4000 عفوا. وهذا رقم كبير، لو تكلمنا عن الطفلة صاحبة الرقم 4000 للطفلة روضة اللي كانت تعاني من مرض السكري من الدرجة الأولى. روضة الله يسلمك مثل بناتنا، والله يا رب العالمين يشفيها ويشفي كل الأطفال يا رب العالمين. آمين. إن شاء الله. آمين. قابلناها من تقريبا فترة معينة وسألناها شو أمنيتك يا روضة، قالت أمنيتي أن يتم بناء مسجد لله في دولة أفريقية، وهذه يمكن أمنية سبحان الله ما نسمعها كثيرا. فعلا. يوم سألناها ليش يا روضة، قالت لأني شفت سبحان الله يعني فيلم وثائقي يتكلم عن حاجة الناس في أفريقيا للمساجد. يوم سألناها طيب تبين المسجد يعني ينكتب باسمك باسم حد معين، قالت لا أبا ينكتب بصبوي الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه الله يا الله. مثل هالرسائل الإيجابية فعلا اللي أنت تقدمونها حق هالأطفال شو اللي يعكسها؟ والله يا أستاذ سهام سبحان الله هذه الأطفال إحنا نتعلم منهم العطاء، نتعلم منهم الأمل، يتعلم منهم السعادة، يتعلم منهم الإيثار، يتعلم منهم سبحان الله حب الخير. يعني اليوم مثلا بنتنا هاي روضة اليوم كان بإمكانها تروح أي مكان في العالم تطلب أي شيء في خاطرها، لكن طلبت شيء سبحان الله محتاجين ناس آخرين، شافت فيهم أنه هم أحق بالأمنية هذه منها هي. الحمد لله. وسبحان الله اختهام المسجد اللي احنا سبحان الله بنيناه بالتعاون مع شركائنا مؤسسة محمد بن راشد المكتوم الأعمال الخيرية والإنسانية اليوم في أوغندا. هذا المسجد سبحان الله يعني الناس كانت تمشي على الأقدام أو حتى بالسيارات 20 كيلو، أقرب مسجد 20 كيلو. يا الله. فاليوم سبحان الله هالمسجد اليوم الناس كيف فرحوا فيه، وش كثر الناس كانوا اليوم فرحانين فيه سبحان الله، وتسهل عليهم أمور كثيرة الحمد لله. الله يجزيها ألف خير والله عظيم. ميزان حسنات كل ما تساهم معنا والله. اللهم آمين. شكرا لك دكتور هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية، شكرا لك. شكرا استاذ صباح الله فيكم. مشكورين. طبعا مشاهدينا الكرام واصلين معاكم، لكن بعد هذا الفاصل خلوكم ويانا. حياكم الله مشاهدنا. عادة ما يستخدم الفنانين التشكيلية الفرش والألوان في رسم لوحاتهم، لكن اليوم يستخدم البعض التقنية الحديثة وأنواع البرامج المحددة للرسم والتلوين، وبذلك تساعد هذه الابتكارات الحديثة على مساعدة الفنانين والتشكيلين بدون استخدام أدوات القديمة. نحن الآن في فقرة بانوراما. للحديث أكثر معنا الأستاذ أحمد الحنطوبي، أهلا وسهلا فيك. أهلين، شكراً على الاستضافة. نورتنا. نورنا. حتى أول ما دخلت إحنا استلمناك على طول، قلنا وين لوحاتك؟ اللوحات موجودة بس ما كان في وقت إن نطبعها ونبروزها ونجيبها. وجودك هو روحها. كيف نصدق إنك الحين أنت فنان؟ يمكن فيك بعد ما تعرف. زين من بايلك جاهز في صور شيء؟ قبل أن نبدأ اللقاء لازم. تبغى صور نطلع لك؟ موجودة الصور موجودة بتلعرض. نتعرف على الفن الرقمي يا أخوي أحمد. أنا بديت أولاً إن أرسم على ورقة وقلم. إن بكون أدرس بأخذ ورقة وقلم وبقعد أرسم. قبل 5 سنين تقريباً سمعت عن
الفن الرقمي بس ما كان بالمستوى اللي هو يعني يغنيك عن الورقة والقلم. نعم. قبل سنتين تقريبا طلع برنامج اسمه بروكرييت، بديت اطالع عليه فيديوهات يعني في السوشيال ميديا، كانوا في اغلب الفنانين اللي اتابعهم بدوا يستخدمون هالبرنامج. نعم. قلت ليش ما اعطي هالبرنامج فرصه، يعني ليش ما اجرب هذا البرنامج. اشتريت لي ايباد، اشتريت لي قلم، بديت شوي شوي اتعلم على البرنامج. اكتشفت انه يحاكي بالضبط، انه انا ادق القلم على الشاشه. نعم. يعطيني نفس الانطباع اللي انا كنت اخذه يوم اكتب بالورقه والقلم، واعطاني اشياء ما كانت يعني الورقه والقلم ما كانت تعطيني هالاشياء، اعطاني تولز ما يعني ما كانت موجوده في الفن التقليدي، فحسيته انه فتح لي ابواب كثير للفن. جميل. نعم. احمد، شو اللي خلاك تندرج او تروح لهذا الفن؟ اولا حسيت انه يعني يوم اكون انا يعني مضغوط في الدراسه او شيء تي، اخذ الفن كطريقه اعزل عمري عن العالم. نعم. ان انا اكون لابس سماعتين، مشغل اغنيه مثلا. نعم. وقاعد ارسم بروحي من دون ما احد يزعجني، يعني يكون مثل تكون مثل الهوايه. نعم. فبديت اول شيء انه خل اتعلم، انه اشوف هذا يسوي شيء، خل اقلد هو شو قاعد يسوي. بس بعدين وصلت لمرحله انه ليش ما انا اسوي شيء بروحي، ليش ما ابتكر شيء من عندي انا، لان يعني مثل ما يقول الورقه البيضاء تقدرين تسوين فيها اي شيء. صحيح. يعني هاي واحده من اللوحات بدت كورقه بيضاء وانتهت بهذا الشكل، كنفق تمشين فيه والاحرف وتتسلسل. نعم. هذه كانت inspired by مبدع. سكتت الحين لأن كان يقول لك وين الصور. أنا هذه صور موجودة. سكتي وياي تراك بعد يعني. موجودة هذه. مو بروحي اللي سكت سيام. أنت سكتي وياي. لا والله روعة بصراحة. صحيح. الاختلاف اللي موجود فعلا تحس فيه اختلاف موجود عن الرسومات التقليدية. في نوع من أنواع الاختلاف. ما أعرف كيف أميزه أنا، لأني أنا مش ماهر في أو مش مختص في هذا المجال. هذا الاختلاف وين يكون؟ بين الرسومات التقليدية وبين الرسومات الرقمية. الرسومات التقليدية فيها يعني أنا أقدر كل حد يرسم رسم تقليدي، لأن في نهاية اليوم أنت تقدر تلمس هذا الشيء. يعني مثلاً اللي يستخدم مثلاً الفرشاة، يعني إذا لمست الرسمة ماله تقدر تحس بالشيء. لكن الرسم الرقمي يعطيك يفتح لك أبواب ما أصلاً الرسم التقليدي يعني هو موجودة في الرسم التقليدي. يعني مثلاً لو أنت رسمت الحين بقلم رصاص على ورقة، إذا قلت لك حرك لي هذا الخط من هني لهني، بس حركة إنه يكون مثل الماي، بتقولي شيء مستحيل. نعم. بس في الآيباد أقدر أحول الرسمة كامل عبارة عن ماي وأبدأ أحرك، يعني I can push شوي. نعم. ويتحرك القلم رصاص كأنه استوى يعني حبر عادي. نعم. أحمد دائما نقول الأسرة هي الأساس، هي اللي تبدي كل شيء، وأن فعلا الطفل أو الشاب أو أي شخص يكون إذا كانت الأسرة هي المشجعة يكون هذا الإبداع. وما شاء الله عليك أنت، إذا تكلمنا عن الوالد تبارك الرحمن لا إبداعاته، إذا تكلمنا واحدة من خواتك عندها ابتكار، إذا كانت عن الأم مساعدة. تعرفين أنتي. زين. فخلنا نتكلم فعلا عن دعم هذه الأسرة لك. كان في دعم وكان في هدم. نعم. بسيط. الهدم كان من ناحية أخوي. نعم. كان دائما يتنرفز إنه كل ما يرجع البيت يقول لي يشوف أوراق ويشوف يقول لي أنت شو قاعد تسوي؟ أقول له قاعد ألون، قاعد أرسم. يقول أنتم مدرستكم يعني ما تعلمكم شيء غير الرسم غير التلوين. لكن بالعكس يعني خواتي أمي وأبوي يعني دائما يدعمون، يعني مثلا هاي اللوحات دائما أنا أرويها حقهم قبل ما أنشرها حق الناس. جميل. إنه وأحب أسألهم أنتم شو تشوفون قبل ما أقول لهم أنا ليش سويت هالشيء. حلو. يعني أنتم شو تشوفون من هذا الشيء؟ ودائما كانوا يشجعون، يعني في مرات احس ان تكون في نوع من المجامله بس انه يحفزوني على هالشيء، انه استمروا في هالشيء. يعني في بعض الاهالي يمكن يقول هاي قاعد تضيع وقتك، يعني ليش بدل ما تدرس انت قاعد تلون؟ بس هم احس يفهمون ان هذا الشيء حق نفسيتي انا. تفريغ وابداع. اصلا انت موفق ما شاء الله ما بين الدراسه وما بين الحمد لله. احمد، شو تخصصك في الجامعه؟ هندسه طيران وفضاء. ما شاء الله تبارك ما شاء الله، يعني حتى مختار تخصص مش سهل، هذا يدل انك انت متفوق دراسيا. الحمد لله. زين الحين انت الفن هذا في مشكله معينه، دوما اللوحات بعد ما يرسمها الفنان يستانس لما اللوحه هذه تنباع او لما تنطبع. اللوحات الرقميه ممكن تنطبع وتنباع وان تنعرض في مثلا نقول لك مراسم او امور مثل هذه ومعارض فنيه ولا لا؟ انا جزء من شركه ذا دي بي، هذا الشعار مالهم. نعم. سوي لهم دعايه ما شاء الله. لا الشعار والسوار بعد لا نحن اليوم ويعني هي عبارة عن شركة تدعم الفنانين الإماراتيين. ما شاء الله. مهما كان فنك، تصوير، رسم، خطاط، رقمي أو كان تقليدي.
يطبعونه وبعد ينباع، لان هاي القطعه يعني انا اوكي سويتها رقميا، بس انت ما تقدر تسوي اللي انا سويته. نعم رقميا. فانا اقدر اطبع لك حبه يعني قطعه واحده تكون فريده من نوعها، ابي احقك كون بيس، انه مثل ما مثلا الموناليزا الحين معروضه في قطعه واحده بس. ما تقدر، انا اقدر اطبع لك هاي مره واحده واقول لك ان حقوق هاي الرسمه حقك انت، ان هاي الرسمه ما تنشر الا من عندك انت. فالرسومات الرقميه انا اشجع اي حد يعني يدخل هذا المجال يستوي يعني تشترى تنباع. وانا قبل اشتريت رسمه رقميه، يعني في رسمه رقميه عايبتني واشتريت حقوق الرسمه. نعم. وعندي الحين. نعم. احمد، هل تعالج بعض القضايا او تشارك في في مثل فعاليات تقومها في الدوله من خلال رسوماتك؟ ما شاركت، بس قبل ما ابدا الرسمه احب ان اوجه فكره من خلال هذه الرسمه. نعم. يعني ان دائما اشوف مشكله اما فيني انا شخصيا او في المجتمع، ان شو الشيء يعني كيف اقدر اشارك الناس بالفن اللي انا ترجم قضيتهم او موضوعهم. نعم. في ثلاث لوحات انعرضت هني، كانت اللي فيها الشجر، وكانت اللي فيها اللي كانت زجاج، واللي كانت النفق الذهبي. نعم. هذول الثلاث يحكون مشكلتي انا وكثير من شباب جيلي انا، ان نقدر نعبر عن نفسنا باللغه الانجليزيه اسهل من باللغه العربيه، لان انا دخلت مدرسه خاصه من صف اول لين تخرجت، دخلت جامعه خليفه النظام امريكي. فيوم انت تسالني مثلا يبوني مثلا انترفيو يسالوني تبغى المقابله بالعربي ولا بالانجليزي، اقول لهم بالانجليزي. بتشوفني اتكلم حتى في المقابله الحين بتشوفني حطيت كم من كلمه. بس كحياتك الاجتماعيه انت تتكلم تحاول تدخل على المفردات الاجنبيه؟ اتكلم بالعربي، بس في مرات يعني المصطلح الانجليزي يجيني اسهل من المصطلح العربي. نعم. فاقول المصطلح الانجليزي لان هذا اول شيء خطر في بالي. نعم. فسويت هاي الرسمات ان تعبر ان لغتنا العربيه هي اللغه الام، هي اللغه الذهبيه. نعم. هي المفروض نستخدمها، لكن بعض شباب جيلنا وأنا واحد منهم فقدنا هذا الشيء يعني مع الأسف. بالعكس، بينت الفن العربي الراقي والثقافتنا العالية خلال الرسم وأشكرك عليه. في كثير من الناس يعرضون يقول لك الفن اللي يميزه أن التكنولوجيا ما تدخل فيه، الفن هو عراقة، الفن هو تاريخ. اليوم في متاحف مثل اللوفر وغيره، لما نحن نروحها قاعد نشوف عراقة الدول، قاعد نشوف تاريخ الدول، حتى لو رسومات جديدة ما في تكنولوجيا، هذا فن يسمى بفن، لأنه ما في يعني نحن لما أنا أشوف معرض فني على طول ذهني يروح لعراقة الدولة، لتاريخ دولة، لحضارة تقليدي بعيد عن التكنولوجيا. الناس اللي معرضين مو بأنا، الناس المعرضين كيف تقدر تقنعهم أن هذه التكنولوجيا لازم تدخل على الفن ولا لا؟ أتفهم وجهة نظرهم. يعني أنا قبل خمس سنين أنا كنت معارض للفن التكنولوجي، يعني كنت أقول أن هذا الشيء يعني ليش تطرق للتكنولوجيا إذا كان ورقة وقلم موجودة والحبر موجود. بس أنا أقول لك ترى أول ما بدأ الفن بدأ بورقة وقلم، بعدين انتقل لألوان زيتية مثلا. ليش ما بعد 200 سنة يوم يكون التكنولوجيا بعد تطورت أكثر والعلوم تطورت أكثر، ليش ما ينظرون وراء يشوفون أن في جيل كان يستخدم الفن الرقمي؟ يعني يمكن بعد 100 سنة الفن الرقمي يعتبر هو الأولد سكول، هو الشيء التقليدي، هو الشيء اللي كل حد كان يسويه والحين يعني ما حد قام يسويه. تتفقين يا سهام وأخوي أحمد، بعض الرسومات اللي كل ما كانت أقدم مستخدمة وسائل قديمة في الرسم تكون أغلى من الحديث. صح. من الحديثة. فممكن هذه بتكون رخيصة، والرسومات اللي الحين قاعدة ترسم بالألوان المائية والزيتية وغيرها واللي أنت أدرى تكون قيمتها أعلى. أنا مالي حسب رؤية الشخص من أنا مالي في قيمة الرسمة، أنا لي في شو الفكره الرساله الموجوده في الرسمه. يعني انا مستعد احط فلوسي في مكان في فكره. يعني انت قنعني فكره رسمتك، انا اوكي مستعد احط فلوسي. نعم. بس في ناس مثل ما انت قلت يعني هي مستعده تحط فلوسها في تاريخ الشيء، ان هذا الشيء سويته قبل 50 60 70 سنه. ما اعرف صراحه كيف، يعني كل واحد وجهه نظر. انا وجهه نظري المضمون من الرسمه، وجهه نظر الغير يمكن تكون في قيمه الشيء. نعم. بس مثل ما انت قلت الناس المعارضين اتوقع لازم، يعني انا اقدر وجهه كل مكان اساسا شخص معارض اصلا في يعني في كل مجال بتحصل انه في شيء معارض للتغيير. اكيد. بس في حد لازم يبدا التغيير هذا. يعني اذا 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 يعني مثلا خلينا نقول الامارات قالت خلاص نحن بس فن تقليدي ما حد يسوي، بعد 50 سنه يوم يكون تطوروا واستوى الفن الرقمي هو التقليدي نحن بنكون متاخرين 50 سنه. صحيح. فليش ما نبدا نحن الحين؟ وهم يعني
لين ما هذول يغيرون رايهم. يعني مثل انا كنت واحد منهم ترى في يوم من الايام، يمكن بعد سنه سنتين ثلاثه هم يغيرون رايهم يسوون مثلي يعني. نعم احمد، انا شد انتباهي هاللوحه خط عربي او حرف الثاء مع السمكه والالوان، اشرح لي، ممكن تشرح لي؟ يمكن انا اشوف بس جماليات بس مش فاهمه شو المغزى. هذه كانت، هاي كانت تدريب، هاي ما كان وراها فكره. نعم هاي كانت انه كيف تفكرين يعني تشوفين الاحرف والخطوط. السمك يعني وحده فوق، يعني في خط فوق وفي خط تحت. نعم. فهني كنت قاعد اتدرب ان كيف الظل ينعكس على الشيء اللي ورا، يعني بتلاحظين ان السمكه اللي فوق ظلها على الخط اللي ورا. صحيح. وظل الخط اللي فوق على السمكه من تحت. نعم. فكنت قاعد احاول اتعلم كيف الظل يشتغل في الرسمه عشان انه فوق يعني. هذا التدريب بس ما شاء الله طلعت بهذا الابداع فعلا. اي كلمه اخيره استاذ احمد حاب تقولها؟ شكرا على الاستضافه وان تواصلت وياي. ما يعني ما يعني دائما يعني الاشياء هاي اسويها حق نفسي، يعني ما يعني يعني ما بالعكس. يعني ما في يوم توقعت انه في حد بيتواصل وياي انه بيقول نحن نقدر هذا الفن اللي انت تسويه. يعني دائما اسوي يعني حق راحتي الشخصيه. هذا ابداعكم وابتكاراتكم، لازم يكون في تصنيف عليها. انت مبدع واحنا يعني اللي شفناه امانه من غير مجامله له مستقبل كبير. شكرا. وجميل، احنا نشكر الشركه اللي تبنت مثل هذه الافكار الرائعه من الشباب اللي يعني من الشباب المواطن. للعلم انهم كلهم شباب اماراتيين، يعني في يعني يعني انه يمكن اكبر شخص في الشركه عمره 23 سنه، يعني الشغل شباب وتعبانين عليه. سريعا اليوم يوم الخميس وين بتروح؟ بسرعه. برجع البيت صراحه من الصبح مداوم. احمد الحنطوبي فنان تشكيلي، شكرا على تواجدك اليوم معنا واخدام مهام. شكرا على السهام. شكرا للسهام. تصبحوا على خير وسعاده. اجازه سعيده. وصلنا لختام مشاهدينا، نشوفكم باكر يوم الاحد ان شاء الله. مع السلامه. تعالي بروحك.